Hello guys and welcome back to another video. ياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وبهذا الفيديو إن شاء الله راح نتحدث عن تمرين 2-1. هذا تمرين اللي موجود بكتاب النحو للمرحلة الأولى وراح نشوف شنو فكرة التمرين. صيغة السؤال تقول complete the sentences using the following verbs. إحنا عندنا أفعال قايل اكمل هذه الأفعال باستخدام يعني اكمل هذه الجمل باستخدام هذه الافعال. لا ننسى الزمن اللي عندنا هو زمن المضارع البسيط present simple simple present مضارع البسيط. فهنا يعني راح نجيب الفعل النزله حسب المعنى للجمل ونضيف اس اذا كان محتاج اضيف اس. يعني اذا انا لازم اضيف اس اضيف، ما يحتاج ما اضيف. وانت مثل ما تعرف انه اذا كان الفاعل مفرد احنا نضيف اس، اذا كان الفاعل جمع ما راح نضيف اس. طبعا انا جايب الحلول هنا تسهيلا للحل حتى يعني تصير العمليه سهله. الجمله الاولى ضايفين اس لان الفاعل مفرد، شخص فاعل مفرد. الجمله الثانيه we don't often drink، احنا ما نشرب عاده القهوه الكوفي. طبعا هنا drink يعني الفاعل مفرد، الفاعل جمع او يعني اي يعتبر جمع هنا، فما راح نضيف اس. الشخص الثالث راح تبقى الفعل مجرد. والسبب الاقوى بحاله النفي يكون الفعل مجرد. دونت يعني دائما ورا دونت فعل مجرد. اذا كان الفاعل نفي يعني اذا كان الفاعل جمع مذكر ومؤنث ما له علاقه. من اشوف دونت وراه يكون فعل مجرد. The swimming ball حوض السباحه opens يفتح. إذن هذا هي مضارع بسيط فراح أضيف أس الشخص الثالث. إذن الاختيار الفعل المناسب هو opens وضفنا أس الشخص الثالث لأن الفاعل مفرد حوض السباحة واحد. bad driving يعني السياقة السيئة causes تسبب سياقة سيئة يعني هي وحدة هذا فاعل مفرد راح أضيف أس تسبب العديد من الحوادث. my parents والدي جمع live يعيشون في شقة صغيرة. الأولمبيات ألعاب الأولمبيات take place يعني حدثت. طبعا هي جمع فما راح نضيف أس الشخص الثالث. ورقم 7 مفرد الفاعل مفرد فراح نضيف أس الشخص الثالث والفعل هو connects. زين فهذه هي فكرة التمرين الأول، تمرين 2-1 الوحدة الثانية اليونت الثاني اليونت. أتمنى تشترك بالقناة وترسل هذه الفيديوهات لزملائك الطلبة حتى يستفادون وحتى تشجعنا أكثر ونستمر بتقديم المزيد والمزيد من الفيديوهات والشروحات المفيدة.